أكيد يعني، بس حسب لمين صاحب المصير. لا للمرة الثانية أقاطع. لازم أصمت وشارك، هذا واجب علينا وحق لنا في نفس الوقت. نعم نعم صحيح، سجلت بس ما رح أصوت. إن شاء الله طبعا رح أدلي بصوتي في الانتخابات النيابية القادمة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله رايح أشارك. أكيد رح أشارك يعني، لأن عندي مرشحين لازم أصوت فيهم ودعمهم كمان. طبعا شغلات بيحتفظ فيها الانسان لشخصه في العرب يعني، غير الوجوه القديمه. اي اكيد انحاز لجماعتي وكذا. هذا البلد سبحان الله ما بفرز الا النخبه، كل اللي نازلين والله حتى احنا محتارين يعني مع مين نصوت. لحد الان في فتره هسه منها، في فتره بنشوف احنا الاشخاص اللي نازلين ونشوف طبعا حسب تحركاتهم الشعبيه. ممكن يعجبني واحد اراءه وافكاره مثلا في اربد في عمان في الزرقاء بالنسبه للقوائم اللي حكيت عنها. يعني واضح وصريح جدا، اثنين قرايبي ويا عمي ما بقدر اتخلى عنهم يعني. والله يعني انا اللي بشوفه على الساحه سواء في محافظه الكرك او غيرها انه اغلبيه النواب ما في برامج حقيقيه، يعني كله دعايه وهميه. صراحة مش شايفة هذيك الحملات ولا ما يعني لهلا أنا ما رحت على مقر بصراحة، مع إنه بتجيني مسجات من مرشحين وهيك. ما القانون لا يلبى أول شيء متطلبات الشباب والحركات الشبابية. رأيي هسه بالانتخابات رأيي بالحكومة اللي بدها تيجي، يعني إحنا هسه خريجين مجتمع طلاب، لنا سنتين خريجين لهسه ما توظفنا عديوان الخدمة نستنى. لكن احنا بنطالب بس النواب يحاولوا يعني يفتحوا مشاريع يعني قدر الامكان تستوعب هالوضع. يعني ما لازم يسووا هذا كله انه يصير انتخابات ويصير غلط، الملك يحط من عنده اثنين ثلاثة كويسين وبس. ما فيش نائب خدماتي حقيقي، ما ودناش نائب خدماتي، احنا نائب وطن. يعني حاسة انها كثير منظمة المرة هاي وفيها يعني فيها ثقة اكثر يعني المواطن يعني. يعني لحد الآن أنا لم أستوعب لغاية الآن كيف بنجح أو 27 من هذه القوائم، يعني ما هي النسبة؟ أول ما تبادر لذهننا قائمة وطنية إنه هي للأحزاب، وأحزابنا إحنا محدودة بالأردن، تفاجأنا إنه صار في قوائم الأشخاص ما لهم أصلاً بالقضية السياسية. اللي نازلين كقائمة وطنية يعني كبار، كلهم كبار مادياً ومناصب أول، أوكي؟ يعني كثير كويس القائمة الوطنية، كثير كويس.